ليا رح ننتقل لمحطة تالية، ومن المشاركين أيضا بمعرض دمشق الدولي بنسخته 61 وضمن جناح وزارة الزراعة المؤسسة العامة لإكثار البذار، والتي تعرض من منتجاتها عبر عرض البذار المنتجة والمستوردة من قبلها. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، بسنا نرحب بالأستاذ عماد سواسة وهو رئيس دائرة المختبرات في مديرية زراعة الأنسجة. يسعد صباح صباح وأهلا الخيرات، وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين، ونشكركم لإتاحتنا الفرصة نتحدث عن المؤسسة وأعمالها ونشاطاتها. أهلا وسهلا أهلا فيك. وسهلا. يعني معرض دمشق الدولي بدورته 61 شفنا مشاركات عديدة وواسعة، اليوم شو دوركم بالمعرض والمؤسسة؟ كان شو أبرز النقاط اللي بتقدمها؟ طبعا المؤسسة العامة إكسار بيزار مؤسسة قديمة وعريقة، طبعا تأسست بموسم مرسوم جمهوري 1970، الرئيس خالد حافظ أسد أسسها. مهمتها كانت هي ولا نعم زالت إنتاج بيزار المحاصيل الأساسية اللي بيحتاجها المواطن والفلاح بصورة محسنة ومعقمة وعالية الإنتاجية. طبعا المؤسسة كانت ولا زالت متألقة ولا استمرت في تألقها بعهد الدكتور بشار الأسد، فنحن وصلنا لمرحلة عالية جدا قبل الأحداث في حتى تصدير البيزار القمح السوري المشهور والمعروف، وفتحنا عدة مشاريع أخرى إضافة لهذه المشاريع. نعم نعم، فتفضل. تفضل. ممكن اكثر نضوي على الخدمات اللي عم بتكون، يعني اللي بدهم يجوا يزوروا الجناح اكيد من المهتمين بموضوع الزراعه، خلينا نحكي عن العروض اللي مقدمينها، يمكن الخدمات اللي عم بتقدموها ضمن الجناح. نحن عارضين انواع البزار اللي بتنتجها المؤسسه، طبعا اللي هي ممكن نستعرضها بشكل سريع، هي بزار القمح والشعير والقطن والحمص والفول والعدس، اضافه الى بزار البطاطا وبزار الفطر الزراعي. طبعا بالنسبه اذا ركزنا على موضوع القمح، القمح محصول استراتيجي واساسي وخبز المواطن، ممكن يعني الانسان العادي ما يحس بدور المؤسسه اللي عم تقوم فيه. دور المؤسسة دور كبير، هي عبارة عن صلة الوصل بين المنتج للبزار وللمواطن، فنحن في هناك علاقة تشاركية بين مؤسسات البحث العلمي والمواطن. نحن نأخذ النواة البزار من مؤسسة البحث العلمي، مؤسسة البحوث العلمية إيكاردا وأكساد، ومن كاثر هذه النواة حتى نوصلها للفلاح اللي يقوم بزراعته وتأمين بزار القمح للي بياكله بالأخير المواطن. فسر سر الكبير اللي موجود هنا في سوريا انه نحن بزارنا من انتاجنا، ما بنستورد. رغم مرور الأزمة اللي مرينا فيها خلال السنوات الماضية، لازلنا بننتج بزارنا بإيدنا، هي اهم شيء. طبعا هذا بالنسبة لبزار القمح، كان قبل الأزمة انتاجنا يتراوح بين حدود 200 ل 250 الف طن، فترة الأزمة قل شوي. الآن بدعم رئيس الحكومة والسيد وزير الزراعة ومتابعة الحسيسة المدير العام، تمكنا أنه نحط خطة ونحققها 100% العام الماضي. حطينا خطة حدود 75 ألف طن بزار وحققناها والحمد لله رب العالمين. هاي بالنسبة لبزار القمح. نعم أستاذ، خلينا نحكي يمكن عن أهمية دعم المشاريع الحيوية في دعم الاقتصاد السوري. يعني نحن ما شاء الله عنا أراضي منتجة للثمار، والحمد لله عنا كتير نعم. مواد فينا نصدرها كتير للخارج ونستفيد منها اقتصاديا، وحتى نفيد البلد منها، ويمكن ياخذوا حاجتهم المواطنين وزيادة. خلينا نحكي اليوم عن التعاون بدعم المشاريع الحيوية. هلا مثل ما ذكرت على القمح، راح اذكر هلا موضوع اخر هو بزار البطاطا. بزار القمح كما ذكرنا له اهميته كخبز المواطن، ما عم نستورد، ما عم ندفع نقد اجنبي لاستيراد البزار، مشان هي هذا اكبر توفير واكبر ربح للدوله وللبلد. بزار البطاطا لازلنا الان نحن في طور قبل التصدير او الانتاج، لازلنا نستورد بزار من اوروبا، لكن هناك مشروع وطني لانتاج بزار البطاطا. انطلق المشروع بالحدود العام 2000، لل 2011 وصلنا لحدود 5000 طن بزار مرتبه الايليت والسوبر ايليت، لكن بسبب الاحداث دمرت البنيه التحتيه والمخابر،
بفعل الإرهاب الممنهج اللي مارسوه علينا، لكن الحمد لله رب العالمين لا زلنا ثابتين على أجرينا، وأعدنا بناء البنية التحتية منذ 3 سنوات كما ذكرت لك دعم من رئيس الحكومة وسيد الوزير وسيد المدير العام. أعدنا بناء البنية التحتية من مختبرات وبيوت زجاجية وبيوت شبكية. طبعا لأن نحن عندنا المشروع له عدة مراحل، المرحلة المخبرية، بعدين بدأ مرحلة البيوت الزجاجية. المرحلة المخبرية في عندنا مبنى مختبرات ضخم في الإدارة العامة بحلب بمساحة 2500 متر، كلها دمرت، أعدنا بناءها وبدأنا ننطلق للبيوت الزجاجية. عندنا بيت زجاجي بحدود 5000 متر في طرطوس، أعدنا إنشاؤه وبناؤه واستثماره. في عندنا بيت زجاجي بحلب بمساحة 1000 متر مربع، كمان أعدنا بناؤه واستثماره خلال العامين الماضيات. الآن راح ننتقل للمرحلة اللي هي البيوت الشبكية، بدأنا فيها هذه السنة، بدأنا فيها البيوت الشبكية وتمكننا نزرع بحدود 30 بيت، وصار عندنا بزار من مرتبة السوبر إليت حدود 30 طن، هذا راح ننطلق فيه للمرحلة الشبكية. محددين نحن خطة استراتيجية إنه نحقق الاكتفاء الذاتي بتعاون كل الجهات من القيادة إلى العاملين في المؤسسة جميعاً. نحقق اكتفاء ذاتي إن شاء الله بحدود بعام 2023 بحدود 15 إلى 20 ألف طن بزار بطاطا، ممكن ساعتها نحقق اكتفاء وممكن ننتقل للتصدير. هذا بيوفر بحدود كمان 10 إلى 15 مليار ليرة سوري على الحكومة، وبيقلل من هدر القطع الأجنبي. هاي مناشير حيوية. في عنا مشروع حيوي آخر هو بزار الفطر، طبعا بزار الفطر بنوعيه المحاري والأجاريكوس، هذا بدأني فيه من قبل الأزمة واستمرنا بإنتاج البزار في مرحلة الأزمة ما انقطعنا، لكن هلأ حاليا في طور الامتداد للمشروع أنه نوفر له المادة الزراعية هي مادة الكومبوست، لأن في تجارب حاليا لإنتاجها من قبل المؤسسة، بحيث المواطن العادي أو المزارع بياخد هالمادة مع بزارة بس بحطها في أماكنها لإنتاج الثمار. يعني بدنا نشكرك كثير الأستاذة عمادة سواس رئيس دائرة المختبرات في مديرية زراعة الأنسجة، وضوينا اليوم على جناح هي المؤسسة، يعني كل الأشخاص المهتمين بموضوع البذار والزراعة فيهم يزوروا جناح وزارة الزراعة ويعرفوا أكثر المعلومات يلي متوفرة. بدنا نشكرك طبعا كتير. شكرا لكم، شكرا استضافتكم، وأتمنى لكم التوفيق.